لنعمل كيكة الفواكه الباردة إحنا بحاجة لعشرين حبة بسكوت حلو، 10 حبات فراولة، كوب فواكه مشكلة، 8 شرحات من الأناناس، كوب مي ومعلقة كبيرة جيلاتين، كوب سكر، 400 جرام من جبنة دهن ومعلقة كبيرة فانيلا، كوب ونص لبن، ومنزينها بالبسكوت والفراولة. عنا الجبنة الكريم تشيز نحط عليها السكر. تمام، هلا أنا إذا بتحبوا تحطوا الكمية أقل من اللي أنا حطيتها بال، بتحبوا تطلعش كتير حلوة، بصير بس هي يعني بتطلع زاكية. يعني خلينا زي ما نحن هلا روان بس نتأكد إنه داب السكر منيح أو تختلط منيح بالجبنة، نبلش نحط تدريجي اللبن. هلا لاحظوا هاي فيها لبن وجبنة وسكر لأنه دائما بكون فيها فريش كريم. فريش كريم كتير بغلبكم تلاقوه بالسوبر ماركت، الكريمة السائلة كتير كمان سعرها مرتفع، فاليوم فيها هاي لبن تريح كتير. اللبن مريح. هلا راح أحط اللبن. تمام، أوكي. أوكي، هاي حطينا الفانيلا. أوكي. تمام، ولا بدنا ندوب الجيلاتين؟ هلا الفانيلا بدك بتذوب الجيلاتين بالمي، بشويه مي. اوكي، انت معناته هلا صرتي حاطه الجبنه الكريميه وحطيتي السكر. مزبوط. والفانيلا. مزبوط. وايش كمان؟ واللبن. واللبن. تمام، ولا بنحط الجيلاتين؟ الجيلاتين بس عشان تمسك بال، لما نفتحها بتشوفي كيف نفتحها. اوكي خليني بس ادوبه منيح لانه بتعرفي مرات بكزبر. طبعا بغربل ناشي، يا غربل وزي النشل لازم يتذوب برا. ايوه. اوكي، بس نحطه بصير هيك عندنا خلطتنا تقريبا جاهزه، بنقدر نبلش بالكعكه. هاي الجيلاتين بس بحركه شوي بالمعلقه لانه مرات بطرطش اذا دغري دخلنا الماكينه، فهيك بس نحركه شويه. فتره السوائل نتفه صغيره بعدين بنحركه بالماكينه. هلا بنحط بالاول، خلينا نشوف الطريقه. بنحط بالاول البسكوت، بتحبوا مدور مربع زي ما بدكم. هلا هون ما بتغطي البسكوت بإشي؟ لا ولا إشي، لانه اللبن هلا لو تشوفي بتشتش بصير بجنن. مع كتر الفواكه والهاي ما في داعي، ما في داعي لغطه بحليب او بإشي. لا يعني بتشتش بعدين بزياده ببطل، يعني حلو يضل فيه هيك قرشه خفيفه، القرشه الصغيره. هلا فواكه مشكله، طبعا اللي بحب يعملها بس بفواكه مشكله بزبط، اللي بحب يعملها بس بفراوله طبعا بزبط، بس أنا وانا هي الاناناس. بس اللي بس هي زكوتها هيك صراحه انه كلها فواكه. بحب اناناس لحال صراحه كمان. كيكه الاناناس زاكيه بس بتحطي معها جوز هند. كيكه مع يا الله اخذتيها من تمي. بتحبيها انت؟ انا بحبها البينا كولادا، بعملها عندي بالمحل. اناناس وجوز هند بس يا الله زاكيه رهيبه. بعدين بنحط شويه اناناس. اوكي، بهاي الطبقه. هلا بنحطها بهاي الطريقه وبنحاول انه يدخل جوا، يعني ما يصير عندي طبقات. هلا بتشوفي بس نفتح هذيك، نحاول انه نخليه يدخل مع الفواكه قد ما بنقدر. هلا نحاول نوزع البسكوت ونحاول برضه ندخله باللبن. وبقدروا طبعا يحطوا الفواكه جوا اللبن يعني بصير. طبعا هلا بنعمل بالطبقه الاخرانيه هيك. حطيت الفواكه مع اللبن. اوكي، على استشارتك يعني نفس الشيء هي بتطلع زاكية. بتخيل بتطلع زاكية كثير هاي زاكية يعني هلا بالطقس هذا، عرفتي؟ نحط شوية كريمة بس هيك على الداير ونشتفي الصحن. يلا هيك يمين ولا شمال؟ وين بدك هيك؟ يلا كمان. حلو، ما احلى لفته. هاد بنفع لتزيين الكيك بالسكر لانه لا لازم هداك عجل بيكون هو اصلا بلف، ما بغلبك هيك بلف لحاله. والله. يلا يسلموا ايديك. وصلنا. بعدين يا ستي بدنا نجيب الاصابيع هدول شوكليت ونحطهم بهاي الطريقه. اوكي، تعطيها منظر كثير حلو. طبعا هذا شيء اختياري اختياري بس لانه بكون عندك عيد ميلاد او مناسبه حلو تتفنني، حلو تعملي شيء جديد او مختلف يعني. حلوه الخيش طلعت. لا ذوقك تمام. غريبه، انا محترت قلت خلص بس اروان بالحق. لا اغرب هيك. نرفعهم لفوق شوي. اسمعي، انا كثير بحب استعمل الخيش. بس تحطي ايدك هون. ايوه، عشان نربطها. تمام، هلا بدنا ندهن بس الفراوله بشويه تطلي. طلع بدها وقت والله. هين عشان هيك انا اخذت وقتي. هلا بدنا ندهن الفراوله بفوق بتطلي فراوله عشان تضلها تلمع. ايوه. أوكي. وما يعني لو حطيناها بالثلاجه ما بتدبل. بتلاحظي بالمحلات صح. بتلاقيها بتلمع. هي السر يا جماعه. وهذا بس شويه تطلي فراوله على الوجه وبعطيها طعم كمان.